صح بقى بالنسبه لكم اللحظه دي يعني لو قعدنا نعدها 5000 مره هتبقوا عايزينها 550000 مره. هو بصراحه يعني فعلا زي ما مهند قال الدقيقه كانت 80 احنا بره البطوله. 80 بره البطوله. احنا كنا بره 80 كنا لسه خسرانين. ايوه 2-1. بس يعني سبحان الله انت يعني حتى النادي الاهلي وعلينا نلعب لحد اخر دقيقه يعني يعني بصراحه الروح اللي انت تحاول لحد اخر ثانيه وربنا يكرمك بجونين يعني فعلا احنا تعبنا وفعلا ربنا ورانا ده بان احنا نجيب جونين في اخر الاوقات يعني. عندك توقع وانت قاعد بره عندك توقع ان احنا ممكن نكسب؟ طبعا انا كان عندي ثقه في ربنا ان احنا يعني ربنا ما يضيعش تعب حد. جميل. احنا كنا من سنه قبليها عمالين بنحضر في معسكرات وماتشات وديه ومباريات كتيره عشان نقف على رجلينا والحمد لله يعني جيب نتيجه كويسه ما شاء الله. زياد بقى لنا 13 او 14 سنه ما وصلناش للبطوله دي. صح. احنا تاهلنا مع الجيل بتاعكم ده. والبطوله قريب اظن شهر 4 يا اما في مصر يا اما في كوت ديفوار يا اما في جنوب افريقيا. لا لسه ما اتاكدتش حتى هذه اللحظه ما تمش تاكيدها. واخر بطوله كانت سايبه انطباع وحش رغم انها كانت في مصر خدنا نقطه واحده وكانت النتائج مش جيده يعني. قول لي بقى بتفكر اول حاجه طبعا لازم تفكر تكون موجود مع الفرقه باذن الله ان شاء الله هتعيش بقى ازاي البطوله دي وتفكر فيها ازاي خاصه انها هتفرق معاكم في المستقبل قوي باذن الله. هو يعني ان شاء الله المفروض ان العدد بتاع الفرق اللي هتطلع من بطوله امم افريقيا يعني فيها كاس عالم فيها كاس اربع عالم. فرق فاحنا ان شاء الله يعني يعني بس نأدي في كذا ماتش ونعمل نتائج كويسه واحنا هنوصل لكاس العالم ان شاء الله. وكاس العالم ده حلم يعني حلم بيتحقق حقيقه يعني في فرق عندنا اولمبياد بس احنا بقى عندنا كاس عالم حاجه برضو لازم نحافظ عليها ولازم نشتغل علشان نوصل لها. جميل. واحنا الحمد لله يعني تقريبا خدنا اول خطوه ان احنا نروح كاس العالم. حلو. محتاجين نركز ونقفل على نفسنا كويس ونكمل المعسكرات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قول ولازم ان احنا نكمل نعمل معسكرات يعني لازم خلاص احنا يعتبر كل واحد احنا لعيبه محترفه كلكم يعني موقعين عقود في النادي كلكم تمام فلازم ان كل يعني لازم كل شهر بقى في تجمع صحيح. لازم يبقى في معسكر كل شهر وبرده احنا بقينا يعني قبل كده المعسكرات ما كناش بنبقى مقفلين على بعض دلوقتي احنا كلنا اصحاب كلنا فرقه واحده حلو يعني كلنا قلبنا على قلب بعض ما حدش بيفكر في نفسه كلنا دلوقتي بنفكر في كاس العالم عشان كاس العالم ده كله يعني ان شاء الله احتراف حلو يعني انتوا رايحين هدفكم كاس العالم ان شاء الله والكاس ده كمان ان شاء الله تبقوا تاخدوه كاس افريقيا ده قريب باذن الله تتأيدوا الفريق الاول قريب باذن الله. مين مثلك الاعلى في محليا ولا ده وده محليا علشان انا بلعب مهاجم عماد متعب عماد متعب كابتن عماد متعب ده انت جبت نشنت فرود فرود يعني حتى الكابتن علاء عبده كان بيشبهني بيه بيقول لي انت هتلعب زي جميل. عماد متعب وبره مصر محمد صلاح طبعا ورونالدو حلو قوي وحضرتك يا استاذ عمر انا في مصر بحاول ابقى يعني هجومي زي كابتن امام عاشور ودفاعي زي كابتن مروان عطيه حلو قوي يعني بحاول ادي الاثنين عامل الكوكتيل وبره مصر وبره مصر بحب بصراحه دي بروين دي بروين طبعا نجم مانشستر سيتي الجميل كبير جدا ما شاء الله بس هو هادي كده ولا قدامنا بس هادي لا هو هادي عنده هو هادي كده طيب كده طيوبه كده مين اكتر واحد عفريت عفريت زياد لا لا مهند ده مش باين عليه خالص يعني عامل فيها الـ 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 الوديع الجميل بس هو الفاكهه بتاعت المعسكر مهند طيب. واحد اسمه عمرو عادل عمرو عادل عمرو عادل بيلعب فين عمرو عادل في زد في زد ده الحارس دمايطه بقى مؤلفين مع على بعض بقى والمشبك والحاجات الحلوه الجميله دمايطه دول خلي بالك عكس ما شاء الله كرمه جدا ولا هو بخيل معاكم في المعسكر لا لا كريم لا مهند لا لا بتبر الحمد لله بيدفع ولا لا لا بيدفع 100 100